أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة المستمرة بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة، ثورة أول نوفمبر المجيدة، واحدة من أعظم الثورات في العالم، الثورة التي اعتقت الشعب الجزائري من نيل الاستعمار الذي طال ليله لأكثر من قرن واثنين وثلاثين سنة. هذه السنة تحل علينا الذكرى 70، ودائما الجزائري عندما تقترب مثل هكذا أحداث أول نوفمبر، 5 جويلية أو الذكرى أو الذكريات التواريخ الأخرى يستشعر أو يحاول أن يستشعر ما حدث أنذاك الأمجاد، لأنه في النهاية كل دولة يجب أن ترتكز في أسسها إلى تاريخها، ناهيك على أنه يكون تاريخ مثل التاريخ الجزائري الناصع، التاريخ اللي كان فيه رجال، اللي كان فيه شعب برجاله وبنسائه وشيوخه انخرطوا في مسار التحرير. السنة هذه ستكون احتفالات كبيرة في الجزائر كما تم التخطيط لها بمناسبة الذكرى 70، لكن أيضا في مناخ سياسي أو على الأقل في العلاقات بين الجزائر وفرنسا المستعمر القديم، العلاقات هذه السنة ليست مثل السنوات التي مضت في عهدة الرئيس تبون. كان في السنوات السابقة تقارب شوية بين الجزائر وفرنسا، فتح ملف الذاكرة بطريقة أو بأخرى، كان في خطاب سياسي من الرئيس تبون باتجاه التهدئة مع فرنسا وبأن الملفات الذاكرة ستعالج بطريقة أكاديمية وما إلى ذلك. لكن هذه السنة في يعني ظل لأزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا، يعني هذا الظل موجود حتى في القراءات التي تسبق الاحتفالات الكبرى في الجزائر، ناهيك على الحدث الأخير اللي كان هو زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المغرب، والذي يعني زاد عمق الشرخ بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري. وكنا قبل ما نتحدث شوية في نفحات نوفمبر ونحاول أن نعيش اللحظة، نعيش الذكريات، لكن قبلها الحدث مستمر في هذه العلاقة المتشنجة واللي كنا غطينا خلال الأيام السابقة ردود الفعل التي سألنا عنها، يعني أين هي ردود الفعل الجزائرية بخصوص الخطوة الأخيرة الفرنسية. ما رشح هو تصريح لأحد رؤساء الأحزاب الداعمة للرئيس تبون بخصوص العلاقة بين الجزائر وفرنسا والموقف من السياسة الجديدة للرئيس ماكرون باتجاه قضية الصحراء الغربية. نسمع ياحي رئيس الأرندي الذي خرج خلال نشاط عنده علاقة بالاحتفالات بأول نوفمبر وتكلم كلاما في سياق العلاقة بين الجزائر والمستعمر القديم. من الماضيين الرئيس ماكرون زار المملكة وقال بعض التصريحات وفيه اتفاقيات حول التجارة، والمضمون الكلام أنه الأراضي الصحراوية تبقى تحت السيادة المغربية. لذلك نقول للسيد ماكرون، أليست فرنسا هي عضو في مجلس الأمن؟ أليست هي في الأمم المتحدة؟ ونذكر بأن هذه القضية في اللجنة الرابعة وهي قضية كتصفية استعمار. ألا يتذكر الرئيس الفرنسي بأن المحكمة الأوروبية وهي أعلى هيئة قررت وأبطلت كل الاتفاقيات بين المغرب وبين الدول الأوروبية؟ ألا يتذكر أن كل الأحرار في العالم هم مع هذه القضية العادلة؟ لذلك نحن نقول مرة أخرى أننا نرجع ونبقى متمسكين بالشرعية الدولية، وتبقى القضية قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ونحن في الأرندي ندعم ومتجانسين تماما مع الدبلوماسية الخارجية للجزائر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.
إذن كان هذا تصريح مصطفى يحيى الأمين العام للأرندي ردا على القرارات الفرنسية الأخيرة والتي عبر عنها الرئيس الفرنسي في زيارته للمغرب. هي أولى ردود الأفعال ليست رسمية وإنما قريبة من ردود الأفعال الرسمية المنتظرة من الرئيس ماكرون من الرئيس الجزائري تبون أو من وزارة الخارجية. لكن يحيى عاود أكد على أن الجزائر متمسكة بالشرعية الدولية، وبالتالي يبدو من نبرة سياحي ومن محتوى ما قاله بأنه ما فيش أسلوب جديد في ردود الأفعال. الجزائر مبقية على ردة فعل يعني ثابتة تقريبا. ناهيك على أنه بالنسبة للسياحي القضية هي قضية موقف الحزب منسجم مع السياسة الخارجية، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه الأحداث، هل ستكون في مواقف جزائرية خاصة في نفحات أول نوفمبر وبعد الاحتفال؟ هل ستكون توجهات جديدة للسياسة الخارجية في العلاقة مع المستعمر؟ لسنا ندري، نبقى ونترقب، لأنه في بعض التحليلات تقول أن الاحتفال هذه السنة سيكون له زخم كبير، وربما بعده ستكون فيه توجيهات جديدة للسياسة الخارجية. لسنا ندري. بالمناسبة الاحتفالات سيحضرها بعض القادة، إلى الآن ما رشح من أخبار أن الرئيس التونسي قيس سعيد ضيف الجزائر في هذه الاحتفالات، وأيضا الرئيس الصحراوي ضيف حل اليوم بالجزائر للاحتفال، في انتظار أن تبرز الشخصيات أو الأسماء التي ستحضر هذا الاحتفال الذي يعني نتمنى أن يسعد به الجزائريون ويشاهدوا احتفالات، يعني على الأقل تنسيهم في الأسبوع هذا، أسبوع الضغط اللي كان عنده علاقة بترتيبات الاحتفال. احنا اليوم في استمرارنا للتغطية الخاصة في هذا الجزء سنحاول أن نعود شوية إلى بعض الأمور التاريخية، ونعود أيضا إلى المقال الذي نشر باسم بتوقيع أو باسم أو نشره صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة. لكن قبل هذا، كل عام يحل علينا أول نوفمبر، فكان جانب تعود يعني بالنسبة للجزائر أنه متعود على أول نوفمبر على يوم انطلاق الثورة. لكن مليح أن نقف عند أهم شيء في رسالة أول نوفمبر اللي كانت في بيان أول نوفمبر ونستذكرها، لأنه استذكار البطولات يستلزم استذكار الأهداف والرسالة التي كان وسعى الثوار وسعى الشعب الجزائري بكل أطيافه إلى تحقيقها. حتى نسقسي أنفسنا، ما الذي تحقق إلى الآن وما الذي لم يتحقق، وما هي ربما حتى الأهداف التي تم الانحراف عليها. أدخل معكم في جو أول نوفمبر بتذكير ببعض النقاط التي وردت في بيان أول نوفمبر. في ذلك اليوم بندائها التاريخي إلى الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترف السياسة الانتهازية. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الإنجاز النهائية، فإذا كان هدف أي حركة ثورية هو خلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية
ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا. إذن كان هذا مقطع من البيان الذي سمعه الجزائريون قبل 70 سنة، بيان 1 نوفمبر الذي كان فيه توضيح من مفجري الثورة بخصوص أهداف الثورة وبخصوص تنوير الرأي العام، لأنه كان فيه يعني محاولة للتغطية على الأحداث الأولى. حتى ربما نفهم سياق البيان هو أنه الجزائر منذ الاستقلال كان في ثورات شعبية تبرز ثم تخمد بعد فترة، وبالتالي لما كان يوم 1 نوفمبر طبعا الاستعمار، وكما قالوا في البيان محترفي السياسة الانتهازيين، هذا المصطلح يبدو أنه باقي في طول الزمن. طبعا لما بدأت الأحداث فكان في الاستعمار يحاول أن يروج إلى أن الأحداث هي أحداث بسيطة وأحداث كالتي تشتعل مرة على مرة ثم تخمد. وأيضا بعض محترفي السياسة الانتهازيين كما قال البيان اللي كانوا ماشيين مع المنطق الاندماجي أيضا كانوا يقولوا بأنه هذه ما هيش ثورة وما هيش يعني عمل كبير وإنما عمل لمجموعات وبالتالي لا يجب الالتفات إليها. لكن البيان جاء لينور الشعب الجزائري وليوضح بأن هذا العمل هو عمل كبير جدا سينطلق أو انطلق في الفاتح من نوفمبر، وشارك فيه كل الجزائريين اللي كان لهم الحظ أن يكونوا في لحظة الانطلاق، بعد ذلك يعني انضمت إليها كل الأطياف. حاول تستشعر فقط، احنا في تغطية خاصة، حاول تستشعر ذلك الجزائري اللي كان يعاني من نيل الاستعمار لما سمع البيان ولما قرأ البيان ولما أذيع البيان عبر إذاعة صوت الجزائر من القاهرة. يعني إلى أي درجة كان حلما، يعني هذاك الجزائري في 1 نوفمبر 1954 يسمع بيان من هذا الشكل بأنه يهدف إلى تحرير الجزائر، يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية وفق المبادئ الإسلامية، إلى دحر الاستعمار. فلك أن تتصور ذلك الجزائري الذي تمسك بهذا الحلم، تمسك بهذه الفكرة ثم انخرط فيها، ثم كانت النتائج يعني على حسب نيات الشعب الثوري وبالتالي استقلت الجزائر. فواحدة من اللطائف اللي لازم نستحضرها لما نسمع بيان 1 نوفمبر أو لما نقراه وبعضنا أو الكثير عنده البيان معلق في البيت، فاستحضر هذه اللطيفة بأنه الهدف أو الفكرة في لحظتها، احنا اليوم نقشها بعد 70 سنة بعد ما تحقق الاستقلال وبعد ما الحمد لله ذهب يعني البطش على الجزائريين وأبعد الاستعمار ودحر، يعني لكن في تلك اللحظة كانت فكرة، كان وراءها ناس آمنوا بتلك الفكرة، وفي تلك اللحظة درجة إيمان الناس بالفكرة هي التي جعلتها قوية، هي التي جعلت الإمداد الشعبي لها مستمر، هي اللي جعلت الجزائريين يصبرون بل ويعادون كل المنطق الذي كان يتكلم على أن هذا المجانين بين قوسين سيحاولون أو يفكرون في أن يهزموا واحدة من كبار القوات في العالم. لكن لما تعاود تسترجع تجد بأن صورة بيان 1 نوفمبر يجب أن تذكرنا بأن الحلم يبدأ بفكرة، بأن الحلم في إنجاز شيء ما على المستوى الشعبي وعلى مستوى دولة يبدأ بفكرة يؤمن بها الناس، يؤمن بها الشعب، ينخرط فيها بالرغم من أن الشواهد على الأرض تكون ضده. هذاك الجزائري اللي يشوف يخرج يشوف الأسلحة الفرنسية في الشارع، هو الجندي الفرنسي هو اللي متحكم والحاكم الفرنسي هو اللي يأمر بأمره، لكن هو خلاص هو آمن بفكرة الاستقلال وانطلقت. فما تحاولوش تشوفوا باللي الناس اللي أطلقوا 1 نوفمبر في بالهم خلاص يعني أكيد سيصلون، لا، كان الإيمان بها والثقة في تلك الفكرة والإيمان بأن الجزائر يجب أن تستقل هي شيء
هذه واحدة من العبر اللي لازم ندوها. أي إنجاز يحب يديره الشعب لازم يتمسك بتلك الفكرة، والعودة إلى دائما إلى بيان أول نوفمبر، لأنه مرات التاريخ سواء بالنسبة للكبار اللي مع مرور الزمن ربما لا يجدون في الأجيال هذه من يبادلهم نفس الشعور، لكن هم عاشوا تلك الفترة من المجاهدين اللي ما زالوا على قيد الحياة، أما الشهداء ربي يرحمهم والمجاهدين اللي توفوا ربي يرحمهم أيضا. لكن لما تشوف صورة بيان أول نوفمبر، يعني لأنه معيب علينا أنه نحتفلوا بكل مرة بأول نوفمبر وما ناخدوش عبر. حاول تحط في راسك أنه لما تشوف بيان تعرف بأن الشعوب إذا قررت وإذا التفت حول فكرة تحققها حتى وإذا كانت العوامل على الأرض ضدها. لكن احنا في هذا السانحة اللي عنا اليوم نحاول نتوقفوا عند أهداف بيان أول نوفمبر، وبعضكم يقول لا قريناها وشوف، لا نحاول فقط نسترجعوها لأنه هذا هو أهداف الاحتفالات بالذكرى، هي العبرة. نحاول نشوفوها ونقراوها ونقولوا كيفاش يعني الناس هذاك الوقت في كل تلك الظروف حاطين هذه الأهداف بهذا البريق. أعطيني الصورة اللي بعدها. الهدف الرئيسي هو الاستقلال الوطني بواسطة 1. إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. تعرف لما يكونوا ناس حابين مامنين مش معناتها دولة وشعب ويصيغوا عبارة إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية، دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية، يعني تخيل انت واحد في الاستعمار، وطبعا بين قوسين في النسخة الفرنسية التي ترجمت من البيان ما كانش إقامة وإنما كان استرجاع، المعنى هذا فيه دلالة، لكن بالعموم هو التركيز على الهدف الوصول إلى دولة ديمقراطية اجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. ألا في هذا الهدف حاولت نستشعر فكرة برك، يعني ناس كانوا تحت نير الاستعمار، كاين ظلم أكبر من الاستعمار مكانش، كاين بطش 130 سنة أو غدا الثورة كنا فتنا 100 وربع قرن، قرن وربع، وكل ما يعيشه الجزائريون من آلام ومن بطش ومن ظلم ومن أخذ لخيراتهم والاستيلاء على أراضيهم. فتقول بلاك ربما الناس اللي يروحوا يعملوا ثورة يقول لك سنعمل ثورة ويكون هدفنا هو الاستقلال الوطني، أن نستقل، هذا هو الهدف، ومن بعد يرحمها ربي. قد يكون هذا التعريف أو هذا الهدف مشروع، يعني هو في حالة استعمار فيقول لك أنا نحاول نستقل برك، لكن شوف الناس تقول لك نريد الوصول إلى الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية. تتخيلوا ناس رايحين يعملوا ثورة يقول لك سنحرر البلد وسنبني دولة ديمقراطية اجتماعية، ديمقراطية اجتماعية بعد 70 سنة كما شفتوا معنا في البرامج، يطلع لك واحد يقول لك أنا ما يهمنيش في الديمقراطية، يهمني المهم يوكلوني ويشربوني وخلاص. في ناس تقول لك الديمقراطية هذه تجيب المشاكل، في ناس تقول لك أهم شيء هو أمن البلد والبحث عن الديمقراطية يجي من بعد، البحث عن الأمور الاجتماعية وعن حق المواطن في توزيع العادل للثروات يجي من بعد، الحفاظ على الأمن هو الأساس. يا ناس خذوا العبرة من بيان أول نوفمبر، ثوار تحت استعمار، واستعمار غاشم، واستعمار لوحدة من كبريات الدول العسكرية في العالم، لكن عنده هدف مش الاستقلال برك وإنما الاستقلال وإقامة دولة ديمقراطية اجتماعية. يعني لما يجيك واحد اليوم يقول لك يهمناش في الديمقراطية، الأمن هو أهم شيء، المهم الحالة رأي مستقرة، علاش تحوسوا على الديمقراطية؟ هذا إذا ما حبيش تدخل معاه في فلسفة قلوا أنا نآمن ببيان أول نوفمبر. الناس يقول لك لا، استقلال وديمقراطية واجتماعية. فحاول تتخيل الرؤية اللي كانت عند الناس، ثم ما الذي حدث بعد الله أعلم. شوفوا الهدف الثاني. الهدف الثاني يجب أن أنا قلت بلي كلنا قرينا بيان أول نوفمبر، وأنا وياكم لمرانا نستشعر فقط، يعني نحاولوا نستشعر أمور تفوت علينا مرة على مرة ولا نقف عندها.
بعد الهدف الأول اللي هو هدف مش غير عبقري، هدف يفهم وش معناتها الإنسان بأنه يجب أن يكون حراً ويجب أن يعيش وفق نظام ديمقراطي اجتماعي يكفل العدل. لكن شوفوا النقطة الثانية، لم يكتفوا بهذا التعريف المفصل، لكن وش قالوا؟ قالوا احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني، احترام جميع الحريات الأساسية. تتخيلوا أنتم ناس حابين يستقلوا، يعني الاستقلال ما كانش واضح هل سيتم أم لا، كم التكلفة كم السنوات، لكن هما قال لك سنحرر البلد، هذا هو الهدف، ونبني نظام ديمقراطي اجتماعي وفق المبادئ الإسلامية. وفق المبادئ الإسلامية فاهمين مليح المجتمع، ما يجيش واحد من بعد يتفلسف فلسفة واحدة أخرى ويقول لك هناك الأمور الكونية وكذا والمهم العدالة لا تهم، لا، هدف الثوار واضح. ثم يتكلموا على الحريات الأساسية، الحريات الأساسية الناس يتكلموا أنه هذه واحدة من الأهداف لطبيعة الدولة التي سينشئونها بعد استقلالها أو بعد تحريرها. بعد يجيك واحد اليوم يقول لك مثلا القانون، مادة القانون قانون العقوبات لو نقراوه بمنظور المجاهدين وبمنظور من كتبوا بيان أول نوفمبر هل يتوافق مع الهدف رقم 2؟ مش عارف. عبارة اللي نسمعوها من عند الساسة دائما هو أننا متشبثون وحافظون للأمانة، والله تحتاج أن توقفوا عليها. صدقوني هذا الهدفين فقط، 1 و2، يكفيان لبناء أي دولة على أسس صحيحة، أن تحقق الاستقلال وفق هذه القاعدتين. لكن لا غالب بعد مرور زمن يراد أن يكون الاحتفال ربما رمزي. لا يا ناس، إذا نحبوا نحافظوا على أمانة الشهداء نحفظوا عن ظهر قلب، عن ظهر قلب بيان أول نوفمبر وأهداف ونسعى إلى تطبيقها. ثم بالنسبة للأهداف الداخلية، التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على جميع مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي. 2، تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري. مش عارف، تعرفوا لو نرتكز فقط على هذه الأهداف قد لا نحتاج إلى كثير من القوانين. ناس عارفين باللي ماشيين إلى تطهير سياسي، يعني الزبونية والمخلفات الفساد. يعني تخيل أنت في بيان أول نوفمبر مذكورة تطهير السياسي وتطهير الفساد مع تجميع وتنظيم جميع الطاقات في البلد. فأهداف تحتاج أن نتوقف عن، لما تسمع واحد يقولكم نحن أوفياء للثورة فعليكم أن تراجعوا هذه النقاط وتشوفوا هل فعلا هم أوفياء أم لا. بالنسبة للأهداف الخارجية، طبعا تدعم الجزائرية كان أثناء الثورة، لكن 2، تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. 3، في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا التحريرية. لكن توقفوا عند النقطة 2، ماذا ورد في الأهداف الخارجية؟ النقطة 2، تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. أين آخر مرة سمع على مصطلح شمال إفريقيا؟ مش عارف، سقط من أدبياتنا السياسية، سقط من أهدافنا كدولة. لكن الثوار كان عندهم هدف تحقيق وحدة شمال إفريقيا، بالتالي هذا واحد من الإرث اللي يجب أن يبقى يعني دين على الجميع. ما نشوفوش البيان شيء نظري فقط ولا شيء رمزي فقط، لو حافظنا على الأهداف هذه أو على الأقل لو نعود ونرجعوها بوصلة، اللي يجي يتفلسف الأمور السياسية وأمور الدولة وما إلى ذلك كل واحد يحكم بحكامه، على الأقل لما تسمعوا عبارة الوفاء للثورة، لما نشوفوا احتفالات بهذا الشكل تبهج الجزائريين، فأيضا ضمن الاحتفالات يجب تذكير من يحتفل أو من ينظم الاحتفالات أو من قد يسيس الاحتفالات بأنه في مبادئ
بيان أول نوفمبر ليس عنوان وإنما هو أسس وركائز. أترككم مع هذا الفاصل ثم نواصل. تأذن ربك ليلة قدري، أذن ربك ليلة قدري وألقى الستار على ألف الشهر. وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري. ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر. ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر. ولعلع صوت الرصاص يدوي فعاف اليراع خرافات حبري. ولعلع صوت الرصاص يدوي فعاف اليراع خرافات حبري. وتأبى المدافع صوغ الكلام، وتأبى المدافع صوغ الكلام إذا لم يكن من شواظ وجمري. وتأبى القنابل طبع الحروف إذا لم تكن من سبائك حمري. وتأبى القنابل طبع الحروف إذا لم تكن من سبائك حمري. وتأبى الصفائح نشر الصحائف ما لم تكن بالقرارات تسري. ويأبى الحديد استماع الحديث، ويأبى الحديد استماع الحديث إذا لم يكن من روائع الشعر. نوفمبر وغجرت مجرى الحياة، نوفمبر وغجرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري. نوفمبر غجرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري. وذكرتنا في الجزائر بدرا، فقمنا نضاهي صحابة بدري. فقمنا نضاهي صحابة بدري. مش عارف يعني مفدي زكريا ما قاله في الثورة يبقى خالد ومش عارف لن يتكرر صراحة. رجل كتب ما كتب في الثورة بشكل بديع، بشكل يعني حس بكل التفاصيل. بين قوسين فقط أنا أحاول أنه في هذه الثانية نقول كل ما يخطر على بالنا بمناسبة أول نوفمبر. فأشعار مفدي زكريا كانت تدرس، كانت موجودة في المناهج الرسمية من الابتدائي. حتى أذكر أنه في وقتنا يعني احنا كنا نتنافس على حفظ هذه الأشعار، ويعني حتى في الاختبارات وما إلى ذلك. هل الحال بقي نفسه أم لا؟ مش عارف يعني في مستجدات كثيرة على مستوى تكوين الأجيال بعدها يتساءلون ما علاقة الجيل الآن بالثورة، وهل فعلا هي علاقة قوية، وهل هناك سياسات لجعلها قوية؟ يعني الأمر يحتاج إلى أن نتوقف عنده ما دام الذكرى هي ذكرى توقف وذكرى مآثر وذكرى عبر وذكرى محاولة فهم للوفاء، لأن الوفاء مش كلمة. على ذكر الوفاء والأفكار التي يجب أن نتوقف عندها، المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة أطال الله في عمره نشر مقالا عبر جريدة الخبر، وفي هذا المقال بقلم المجاهد صالح جوجيل: نوفمبريون ولدنا، نوفمبريون نعيش، ونوفمبريون نموت. مقال عنوان قوي، التوقيع صالح جوجيل، مجاهد صالح جوجيل بصفته كمجاهد، مش رئيس مجلس الأمة وإنما كمجاهد، لكن طبعا هو رئيس مجلس الأمة.
طبعا صياغة المقال قوية وأكيد العبارات يعني بالطريقة اللي معروفة أنه ممكن واحد يصيغها يصيغ أفكار ذلك الرجل اللي حاب يكتب. على كل نحاول أن نمر سريعا على بعض النقاط في هذا المقال ونشوف يعني هل فعلا يعني ما فيش تسييس للثورة ولا في تسييس للثورة، الله أعلم. لكن يقول سيغوجيل، أعطيني الجزء اللي بعده في المقال: في الفاتح نوفمبر من كل عام تتناثر في الجزائر لآلئ الذاكرة، فتنعكس نورا يضيء دهاليز التاريخ ويوهج أرواحنا بالفخر وبعرفان للشهداء والمجاهدين لا ينتهي. طبعا هذا الثناء بعبارات رائعة وجميلة وفكرة قوية أنه الذاكرة تضيء دهاليز التاريخ وتجعلنا نفتخر بما قام به المجاهدون، لكن أيضا التاريخ يضيء لنا نقاط يجب أن نستوقف عندها. أعطيني الجزء اللي بعده. هنا تكلم في الأمور التاريخية بأن هناك تفاصيل عندها علاقة بالنضال الوطني، وتحدث على أن ما قام به الاستعمار هو جريمة دولية مكتملة الأركان تحمل وصف الإبادة الجماعية من منظور القانون الجنائي الدولي، وغدرا وخديعة بأبرياء مسالمين، وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الإبادة والتصفية العرقية والتعذيب التي لم تتوقف منذ 1830. كلام قوي يصدر من مجاهد وهو الآن على رأس مجلس الأمة. وش رأيكم فقط نسأله في وسط ذكرى أول نوفمبر، كل ما قاله حقيقة، كل ما قاله عبر عنه بشكل قوي: إبادة جماعية، جريمة دولية قامت بها فرنسا الاستعمارية في الجزائر. فيا سيغوجيل أطال الله في عمرك، أنت على رأس مجلس الأمة ونعرف دور مجلس الأمة، فحرك الأمور وأصدروا أو أعيدوا وأخرجوا ملف تجريم الاستعمار الذي وضع في الرفوف. يعني مليح أنكم تكتبوا للشباب اللي يقرأوا، تكتبوا في الأحداث، لكن مليح تكون معها أعمال. يعني أنت وكل الجزائريين يعرفون بأنها جريمة إبادة وبأنها جريمة دولة مكتملة الأركان، وأنه كان في مرحلة من المراحل محاولة استخراج قانون لتجريم الاستعمار لم يتم إلى الآن. فمش عارف هل يمكن أن يفعلها صالح جوجي أم لا، أم تبقى الأمور أمور إعلامية فقط، لكن وجب التذكير بها. أيضا قال سيغوجيل، أعطيني فيما بعد: قد يبدو الأمر عاديا ومنطقيا اليوم أن تنتفض مجموعة من الشباب ويعلن الحرب على رابع قوة عسكرية في العالم أنذاك، وأن يضعوا من أجل ذلك استراتيجية واضحة ومخطط عسكري وسياسي، ثم يقومون بتجنيد الملايين وراء هدف واحد. ليس عاديا أبدا، إنما قاموا به ما قام به هؤلاء العارفين البواسل يرقى إلى المعجزة. طبعا معجزة قام بها شباب جزائريون أنذاك أعمارهم في سن الشباب. فللذكرى يا عمي صالح، الشباب دائما يقدروا يديروا معجزات، وهم شباب الجزائري اليوم هم شباب من سلالة الثوار. فكما نعتقد إيمانا جازما بأن ما قام به الشباب أنذاك هو معجزة، فرجاء لا تعجزوا الشباب وتغلقوا عليه كل شيء، والأمور السياسية وأمور تسيير الدولة تقولوا له مازال ماكش قادر تسيرها وأنت صغير وما إلى ذلك. فإذا كنتم فعلا تؤمنون كما قلت بأنه ليس عاديا أبدا ما قام به شباب نوفمبر، ومعتقدين احنا بأن روح نوفمبر مستمرة، فعليكم أن تثقوا في شباب اليوم وأن تفرضوا على من يحكم سياسات تجعل من الشباب يعني بيدهم مصير الدولة، وليس يعني ينظر إليهم من جانب أنهم قصر. فرجاء اتركوا روح نوفمبر تستمر، هذه واحدة من النفحات، دعوها تستمر إلى اليوم. يقول أيضا صالح جوجيل بعدها: تحدث بإسهاب
عن شباب الثورة، بإسهاب عن شباب الثورة، فمستمرة للفكرة اللي كنا نقولها قبل. لما تقرأوا المقالات فحاولوا تخطفوا هذه الفكرة، لماذا يراد لنا أن نفهم بأن الشباب الذين قاموا بالثورة وقاموا بإنجاز عظيم تاع الاستقلال منذ 54 وقبلها، اليوم شباب اليوم عاجزون. من يعطي الوصف؟ أليس عدم منح الفرصة للشباب هو الذي يعيقهم؟ وبالتالي وهذا الصراع اللي موجود بين جيل الشباب وبين أصحاب الشرعية الثورية، على الأقل يعني القوا لهم مدخل، قولوا لهم يا أصحاب الشرعية الثورية كونوا أوفياء لروح نوفمبر التي صنعها الشباب، واجعلوا دائما الشباب مستمر في أداء واجبه، لا تحجروا عليه رجاء، ما تخليوش أول نوفمبر يفوت احتفال وفقط. بعد ذلك يقول صالح جوجيل، أهنا واش راح نقول لكم، تسيست دارت تعوجت الوهج هذا كامل تحط في جهة، تحدث عن أمور تاريخية ثم يقول الجزائر ها هي اليوم تستعيد هذه المرجعية لتؤسس على هداها الجزائر النوفمبرية الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. جزائر أضاء فيها وهج الذاكرة الوطنية وعاد البيان الخالد ليؤسس أرضية صلبة للجمهورية. واش نقول لك عمي صالح، الجملة الأخيرة هذه أنه عاد بيان أول نوفمبر أرضية صلبة، أنا بدأت الحلقة بتذكير بأهداف أول نوفمبر، رجاء لا ترصوا الكلمات فقط، إذا فعلا بيان أول نوفمبر عاد أرضية صلبة لبناء الجمهورية فعودوا على قرأوا بيان أول نوفمبر وستجدون فيه الاستقلال وقد تحقق والحمد لله، ستجدون فيه دولة ديمقراطية اجتماعية وفق المبادئ الإسلامية، وستجدون فيه احترام الحريات، يعني على الأقل لما تكتبوا كلمات وتتشدقون بها يعني على الأقل كونوا قدها يعني. ثم مش عارف هل يغفر لك التاريخ أنك تقول الجزائر النوفمبرية الجديدة المنتصرة، يعني الجزائر النوفمبرية هذه لا خلاف عليها، كل الشعب بكل أطيافه حتى المضيق عليه حتى مسلوب الحرية الآن حتى المظلوم لما تلحق له النوفمبر نوفمبر جزائر نوفمبر، لكن الجديدة المنتصرة هذه شعارات تبون. هل من يعني هل سيغفر لك الشهداء أن ربطت شعار الجزائر الجديدة لتبون والجزائر المنتصرة لتبون بالجزائر النوفمبرية الموحدة؟ مش عارف يعني، رجاء دعوا خليه نوفمبر ناصع، خليه نوفمبر ناصع، جزائر نوفمبرية قوية، لكن أن تبون أعادها جزائر نوفمبرية جديدة منتصرة يعني الله أعلم. في نفحات نوفمبر أترككم مع هذا الفيديو. يا رب.
إنها نفحات نوفمبر، نفحات نوفمبر. كنت أتمنى أني ما نتكلمش، خلاص نسمع نشوف اللقطات، نشاهد نسمع ونستذكر، لأنه أمانة قوية. والآن الجزائر تعيش مرحلة تحتاج لكل أبنائها، تحتاج لمن يتكلم بكل صدق، بكل حقيقة، من يرفض تسييس التاريخ، من يرفض تسييس البطولات. بالمناسبة أمس كان في وفاة العقيد طاهر زبيري عليه رحمة الله، وواحد من القادة الثوار. واليوم 31 أكتوبر وحنا في نفحات نوفمبر، 31 أكتوبر هي أيضا ذكرى رحيل واحد من رجال الجزائر العظماء، مالك بن نبي رحمة الله عليه. توفي في سنة 1973، 31 أكتوبر. ولما نتكلم على الثورة والاستقلال وبناء الدولة، فأنت تتكلم على مالك بن نبي، فهي صدف. فحتى لا أتكلم كثيرا، فرجعت إلى بعض ما قاله، مش عارف كيف يمكن وصفه، العقل الجزائري الجبار مالك بن نبي، في كتابه بين الرشاد والتيه. وفي هذا الكتاب اللي هو ضمن مشكلات الحضارة اللي ناقشها العظيم عظمة البشر مالك بن نبي، كان تكلم على قضية الثورة وقضية الدولة. فسأسرد عليكم بعض ما قاله وفق منظور يا ناس، أولا تقرؤون، أولا نقرأ، أولا يقرأ من يحكمنا، يعني لكم فيما قال مالك بن نبي العبرة، يعني أعطيني مقتطفات مما قال. يقول مالك بن نبي: إن الأيام الكبرى في التاريخ فترات يسودها الإكبار والإجلال، وتسكت فيها النزاعات الخاصة، وتهمد المنازعات حتى تلك التي تحركها الفوارق الإيديولوجية، وهكذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها، كما حدث في فرنسا عام 1945، وتحدث على هذا المثال كما قال: إنها لحظات فرح وتأمل تضع سماتها على وجوه جماهير مبتهجة، فها هنا أولاء النسوة يلوحن بمناديلهن البيضاء ويطلقن زغاردهن تحية لجيش منتصر، وها هم أولاء الأطفال يملؤون الجو ضحكا ومرحا، وها هو ذا الشيخ العجوز يمسح بيد ترتعش دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور أيامه. إنهم جميعا يعبرون بطريقتهم الخاصة عن عظمة أيام لها معنى في تاريخ الوطن. توصيف للحظات الثورة ولحظات الفرح ولحظات الاستقلال نتائج الثورة. يقول أيضا مالك بن نبي، أعطيني الصورة اللي بعدها، يقول: يا سيدي يا مالك بن نبي، يقول: إعلان السيادة حاصل منذ اللحظة الأولى، فقد كتبته الدماء الزكية التي أراقها الشهداء على مذبح الوطن. أما أداة التنمية فإنها تتطلب أكثر من ذلك، إنها تتطلب عرق الأحياء في عملهم، أو عرق الأحياء في عملهم المشترك، إذ هو يتكفل بها لمواصلة الكفاح من مقتضيات التحرير إلى متطلبات البناء. ما كان يكتبه مالك بن نبي يمجد لحظات البطولة، لكن أيضا يقول بأن الحفاظ على البطولة يحتاج إلى عمل من عاشوا بعد من استشهدوا للوصول إلى لحظة الاستقلال. يقول أيضا مالك بن نبي في كتابه بين التيه والرشاد، أعطيني الصورة اللي بعدها، إن الدولة تصنع نفسها بما تنجز من أعمال، فهي السبب الذي تؤثر فيه نتائجه. ومن هنا ومن هذه الزاوية قد ندرك إذا ما وزننا بين مفهوم الدولة ومفهوم الأمة ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما هي أعمالكم ترد إليكم
كما تكون يولى عليكم. يعني الحديث عن الدولة اللي كانت هدف الثورة تحتاج إلى أن نعود إلى أمثال مالك بن نبي، وهم يعني قلال من هذا الطينة، واللي يتحدثوا على أن الدولة يجب أن تنجز. صحيح الدولة المستمرة تفتخر بالماضي، لكن من واجبها امتدادا لافتخار الماضي أن تنجز. فلما نعتد بالإنجازات التاريخية هي لأصحابها، أما ما أنجزناه اليوم هو الذي نحاسب به، وهو الذي يجعل الدولة مستمرة أم لا. هل بقي معنا مقطع أخير لي؟ إن نجاح ثورة أو ثورة ما أو فشلها، يقول مالك بن نبي، هو بقدر ما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه في الطريق، وهذا كله يخضع لقانون. فالثورة لا ترتجل، لا ترتجل، إنها اضطراد طويل يحتوي ما قبل الثورة والثورة نفسها وما بعدها. والمراحل الثلاثة هاته لا تجتمع فيه بمجرد إضافة زمنية، بل تمثل فيه نموا عضويا وتطورا تاريخيا مستمرا. وإذا حدث أي خلل في هذا النمو وفي هذا التطور، قد تكون النتيجة زهيدة تخيب الآمال. صدقوني لو قيل ائتونا بطبيب يكتب لنا توصيفا دقيقا لما وصلنا إليه، فلن يجد أقوى من هاته العبارات. مالك بن نبي رحمه الله يتحدث على أن نجاح ثورة ما أو فشلها يتعلق باحتفاظها بمقوماتها، أو أنها مع الطريق تتنازل عن كثير من الأهداف. لكن قد يفهم من العبارة الأولى أن الثورة هي تلك اللحظة الثورية المؤدية إلى الاستقلال، لكن سيدي مالك بن نبي يقول بأن الثورة فيها ما قبل الثورة والثورة وما بعد الثورة، هذا كل المفروض يكون مستمر. ويقول بأن الزمن لا يكفي، لاحظوا العبارة الأخيرة القوية، يقول إذا حدث أي خلل في هذا النمو أو في هذا التطور للمراحل الثلاثة، ما قبل الثورة والثورة وما بعد الثورة، فما الذي يحصل؟ قد تكون النتيجة زهيدة تخيب الآمال. مش عارف هل من يحكم يقرأ، هل الشعب يقرأ، هل الساسة يقرؤون. على الأقل هذا المفهوم بأن الثورة هي ما قبلها وأحداثها وما بعدها. فلنسأل أين حدث الخلل، حتى إذا كانت النتائج غير مرضية، إذا كانت النتائج زهيدة إلى اليوم على مستوى إنجازات الدولة المستقلة، فالبعض يحاول أن يبرر. لكن لو فهمنا بأن استمرار بأن الثورة فيها لحظة ما بعد الثورة، وعليها أن تحافظ على مبادئ أول نوفمبر التي انطلقت منها الثورة، من تحقيق استقلال وفق مبادئ الديمقراطية والدولة الاجتماعية وما إلى ذلك، فبالإضافة إلى الحريات، كان يمكن أن نقول بأن هناك استمرار. ويقول مالك بن نبي أيضا: وكم نود هنا في بلادنا أن نتخلص من عقدة الرفض التي طالما سدت الطريق أثناء الثورة على كل محاولة إصلاح، بدعوى أن كل نقد سيكون في صالح الاستعمار. الأمراض الشعوب تتكرر، أمراض الحكام تتكرر، أمراض السياسة تتكرر. مالك بن نبي يتحدث بأنه أثناء الثورة وما قبل الثورة وما بعد الثورة، كان الناس تقول لك لا تنتقد، بأنه مثلا في المرحلتين الأولين إذا انتقدت سلوك أو خيار معين فيقولون إن هذا سيكون في صالح الاستعمار، بينما يقول هو: أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعمار هو الوحيد الذي استفاد من هذا الرفض. يعني أنت لما ترفض الآراء الأخرى في النهاية يقول بأن الذي استفاد هو الاستعمار، بأنك يعني تثبيط القوى الأخرى وتثبيط الآراء الأخرى بناء على منطق أن الرفض
لحماية الدولة سيؤدي في النهاية إلى أن المستعمر هو الذي سيستفيد، حتى وإن تم إجلاؤه فإن مجرد عدم استمرار لحظة ما بعد الثورة في الوفاء لأهداف الثورة هو هدف يسجله المستعمر القديم في شباك من يحكم البلد المستقل. أختم معكم على هذا الفاصل، تصبحون على غد أفضل. الأبرار الخالدون، بهذه المناسبة نطلب منكم تنجدوا معايا. حد اثنين. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. حد اثنين. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. حد اثنين. بالدموع والدماء دوتوا راكم حرب الأهل والصحبة مع الأولاد. حد اثنين. صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. حد اثنين. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غاياتنا، يحيى الوطن.